الدوري التركي من مديريه امن البلديه. طبعا الوقفه بتاعت النهارده دي علشان خاطر احنا طبعا معانا احكام قضائيه بالعوده للعمل، والوزاره متعنته معانا واخده الموضوع عند، يعني القصه ان احنا دلوقتي معانا حكم قضائي بالعوده للعمل صادر يمكن بقاله شهرين، ومع ذلك الوزاره رافضه تماما العوده للعمل الا في حاله ان احنا يعني نتنحى عن قضيتنا ونبيع الموضوع كله. طبعا ده مش هيحصل، يعني فاحنا جايين النهارده علشان خاطر في حقوق لازم نسترد. انت لاحظت دلوقتي يعني اللحيه كده ما كانش فيه لحيه ومفيش منتهين؟ جميل، بس انتوا شغالين عادي؟ كنا عادي حضرتك الاول، اساسا لو هنتكلم على الاول ما كانش في ثوره، يعني احنا حسني مبارك ده بيحكمنا من سنه 81، بيحكم حسني مبارك بيحكمنا من سنه 81، الثوره قامت في 2011. يعني هل الناس اللي قامت بالثوره في 2011 ما كانتش واخده بالها ان حسني مبارك ده بقاله 30 سنه بيصدر؟ مش معنى فاقه يعني، معلش انا اسف، في التعليق في 2011. كذلك لما قامت بالثوره احنا برضو كانت سبب وشجعنا السبب ده ان احنا نطلق، ما كانش فيه دلوقتي بقى فيه. وبعدين ده كمان ما فيش حاجه في قانون الشرطه بتمنع اطلاق اللحيه، مش حاجه في قانون الشرطه بتمنع اطلاق اللحيه، فده حق من الحوالي. احنا الاول كنا بنحلق اللحيه حضرتك مجبرين، بنحلقها اجبار، دلوقتي في حريه. طب وليه الاحكام ما اتنفذتش لحد دلوقتي؟ لان الوزاره واخده الموضوع عند، واخده الموضوع انا مش هنفذ. هي الوزاره بعد الثوره بقى؟ نعم، ما هي بعد الثوره بقى. ليه غالبا الوزاره دي مش معترفه بالثوره، لسه برضو لحد دلوقتي هي مش معترفه بالوزير. ما اعرفش الوزاره في ضباط بتتعامل، لا دول ولعوا فينا، ولعوا في الاقسام بتاعتنا، خلي الثوره تنفعهم، وده المنطق اللي موجود عند كتير قوي من الضباط العاقلين بقى اللي عايزين يرجعوا يشتغلوا، وما بينهم وما بين الشعب كده ود ووصال، لان اصلا دي حاجه موجوده من الاول. الضابط اللي كويس كويس من قبل الثوره، والوحش وحش بعد الثوره. لازم هي بقى الظاهر كده ان ايه 90% من الضباط تروح يجيبوا ناس كويسه عشان البلد. شايف دكتور مرسي يخلص الموضوع ده؟ لا هيخلصه ربنا، دكتور مرسي نفسه نجح بفرق اصوات قد ايه، هيخلص ربنا ان شاء الله. طب والخطوه الجايه ايه لو الحكايه دي استمرت؟ هيبقى في تصعيد، يعني ممكن بعد كده نروح بقى نقف عند مجلس الوزراء. احنا النهارده جايين واقفين لوحدنا كده، يعني احنا ضباط ملتحين وافراد، بعد كده هنجيب بقى ان شاء الله. هتجيبوا مين؟ الحبايب بقى، يعني هنجيب الناس اللي بتدعمنا من الناس المدنيين اللي مؤيدين، يعني من الحريه والعداله. لا 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 لا، ناس مالهاش اي انتماء سياسي. انا شايفه في حد عامل اللوجو هنا بتاع حزب النور وحزب الحريه والعداله. ممكن يكون كان معدي عجبه المنظر وقف، يعني ما هو لا لا عارفكم. ما هو عرفنا من القضيه من شهر 2 اكتشفنا في القناه. طب الناس العاديه اللي واقفه دي ايه، ضباط برضه؟ انتوا جمعتوا بعضكم ولا يعني في حد مجمعكم ولا؟ احنا حضرتك احنا ما عارفين بعض من شهر 2 اللي فات، من ساعه الاحكام وكده. من ساعه الاحكام اللي خدناها. طب واللي لابسين عادي دول اللي هو لابسين مدني تبعكم ولا؟ لا دي ناس واقفه بتتفرج عادي متطوعه يعني.